على سلامتكم ومرحبا بكم. ان شاء الله لمتنا لمه الخير، وان شاء الله لمتنا لمه الزهي والضحك والتفدليكة والقلب الصافي زيدا، ولمتنا عزيزه وغاليه معكم خويا فؤاد وخويا وليد. ربي يبارك فيك، واحنا رانا نتوحشوا المشاهدين، نسلموا عليهم، قولوا ان شاء الله رمضانكم مبروك. انا قبل كنت نقول نسلم برشا على وخيانا تزيريا وعلي بيا، كانوا خاطر على الباج ناشطين برشا. صحيح، طبعا نسلم عليهم. نسلم عليهم ولكن, ولكن انا البارح بعثوا لي برشا من انجلترا ومن فرنسا ومن كندا. وليد على الباج نتاعنا قرا، حتى احنا كل واحد في الوقت يقرا الكومونتير. وليد البارح كلمني قال لي من الاردن زيدا، تحيه ليهم. طبعا توينسا وين ما هم موجودين، واللي يتفرج فينا وكان، واللي حب لمتنا، واللي تلم معانا، نقول له مرحبا بيك. قديش محليكم، قديش عزيتوا بينا وعزيتوا علينا زيدا، وان شاء الله حتى الاخر رمضان نكملوا في الاجواء ذي معاكم. وكان عندكم حاجه انتم تحبوا تسمعوا عليها؟ حومه عندهم باجه، على الباج طبعا لمتنا التونسيه، باجنا لمتنا التونسيه. تدخلوا كان عندكم ماكله زيدا تحبوا تعرفوا تاريخها، شقيقه ورقيقه نتاعها، كان عندكم حاجه شهينها زمنيه ما تعرفوش طيبوها، وليد يدخل ويجاوب راه يعطي لي غصه هكا. ولي ولي اي مرحبا بكم الناس كل، وان شاء الله رمضانكم مبروك، يعطيكم الهيبه والمال بالويبه، يجعلكم كيما الرمانه من داخل حلوه ومليانه ومن برا حمراء ومزيانه. امين يا رب. حبيت نهني توينسه الكل بليله غزوه بدر، ليله يعني ليله فضيله. صحيح. ان شاء الله ربي يعطينا فيها القبول ومحبه الرسول. امين يا رب. ويعطينا فيها كل خير. امين. ويستر تونس الغاليه. امين يا ربي. سنيش نحويلك فيش سير حبرب ما هو الحلالم. كل كعبة حلالم تعملها تبدي تعملي الحلالم والأجر في نفس الوقت، ريتي تبدي تحلمي وتبدي تستغفري. يقولوا الحلالم يسبحوا بها. يسبحوا بها هاي بالحق. وهذيك علاش تنزل فيها البركة هاي. كيلو حلالم ساعات شدك عام كامل معناها. حتى كي طيبي طيبي بشوية، معناها طيبي شوية تحطي شوية تبذر. بالضبط الحلالم تبذر. امال اليوم باش تعطينا الحلالم كيفاش نعملوها؟ اي اليوم ان شاء الله حلالم القمح اليوم. نحبوا نرجعوا للزمن ديما. في الحجر الصحي هذايا اش ظهرت المرأة التونسية مقدية. اي معناتها عملت الملسوقة وعملت ظهرت عوايد قرفة، منها حمية منها سلفة. اش معناتها؟ بعليك والله العظيم. عوايد قرفة منها حمية ومنها سلفة. معناتها ظهرت منين دورها الدور المرأة. تبارك الله عليها. اي مالا حارة. اي جاي الحجر الصحي باش نوريكم قيمتنا ذاك. فرقة دار اخ سيريموني مرحبا بكم. صحة على الاستضافة ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. ربي يخليك. احنا هكا باش يكون جونا، حبيت زاد نسلم برشا على اللي خلاو ديكور هذا يكون مزيان وحلو. سي محمد رحومة، ربي يفضلك سي محمد ويطول في عمرك وتجيب حذينا لهنا مرة أخرى، خاطر الصنعة اللي يعمل فيها صنعة فوندو مزيانة برشا. إنه كل ما نغزر الكواترو هذاك نقعد أي خفي معناتها. ما شاء الله عليه وعلى يديه. قوس قوس حجام ونغزر الباب. نحكي على التابلو هذاك يعني. حسبت زاد الكواترو نتاع الفطاير. لا 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 نحكي على التابلو هذاك. نحب نسلم على مدام منيا زاده كيف كيف، مدام منيا نقرا. اي على المراكب الحلوين المزيانين هذوما. نحب نسلم برشا زيد على جمعيه ادم، على خاطر الركن هذاك نتاع الكونسيبت. عندهم دي كونسيبت ياسر حلوين جمعيه ادم، ان شاء الله تكون بحذينا مدام قبل الشابي الجمعه الجايه باش نحكيو على كل ما هو زمني في الجمعيه هذيا. زيد وين نشكر، نحب نشكر برشا حرفيه، شكرا الخدمه يا وليد العزيزه الغاليه. الكروشيه هذا هذا يا سيدي، احنا في العاده ما احنا نسميهم ذريات هذوما وليد. هذوكم فراشات. فراشات نحطوهم تحت الفايوز وتحت نحطوهم على الطابل دو نوي، نحطوهم نزينوا بهم من قبل. هذه حاجه زمنيه. اي من بكري عاد قبل كيفاش يعملوا؟ يعملوا كل كروشي يخدموها كروشي. هي راهي الخدمه هذيك اصلها اسبانيوري، خلوها اسبانيور في تونس. باهي. كيبداو عندنا الريكامو برشا حاجات. كيبداو عندنا حرفيات مبدعات ينجموا يزيدوا البصمه التونسيه نتاعنا على كل حاجه. اليوم نوريكم هذيا، قلت لي فراشه اسمها فراشات. عمتي لنا سونيا بن عمار وهي حرفيه. مغرومه ياسر بخدمتها، مبدعه، حابه تورينا اللي راهو نجموا الحريم التونسي.
أي. نزيدوه للكروشيه أي. وتولي أي. حاجه من عجدك انت راو فيها بالقديه ولا ليه الحريم التونسي كيزيدوه للكروشيه تولي فريشه تونسيه 100% تونسيه دونك ميرسي بوكو ربي فضلك يا سونيا وان شاء الله تبدا بحذينا هكا في حصه من الحصص ونحكي وتجي تعمل لنا الكروشيه لهنا اي علاش لا اش قولكم يا جماعه صح زمنيه حتى احنا ناقصين في الدار سيدي خويا ديما ناقص انت ديما نقول الحمد لله عندي بالزايد يا سيدي اش قولكم نعملوا بلاش قولكم اي قول انا مش نوصل بقضيه ونجي وين ماشي مش نخرج للسوق ونجي عاد دريس تويكا باش يعمل لنا خلي هو يزهي الناس اي وانا خلينا نمشي نسلت على ليه؟ نقعد بلا بيك خليني خليني اسمعني اسمعني اخي ذيك مش بكيت تخويا فؤاد هذه نحكيها له اش تعمل بيها ما هو هذه مش مهدني بيها اي هذه صي غلبك اي امشي ما غلبتوش ماله هو راقد اي في قوس لله وين دخلت وتسلبت على ثلاث سوايع بعين ونحيت له رد بالك مشي طيحه تكسرها تاع سيدي تاع سيدي نعرف ايوه اما هذه نحيت لك الحاجه اللي مش تمهدني بها هيا في وديعة ربي ايه بري ربي يهديك بر عاود تخلى وخرج لا يعرف حجر صحي لا يعرف حتى شيء اذا حلال واحد يبلغ عليه شدوه بالسيف دريس اي سيدي نسمعوا حاجه واحنا رايدين خاطر كي قلت لهنا ما نطربوش بها حسب معنا حويجه هكا مزيانه قبل ما يجي هو
نشواقي ونشواتي بالفن نشواقي ونشواتي وفي أمالي وهدايا نترنم فيه بنغماتي نترنم فيه بنغماتي وبرنة عودي وغنايا الكوري رد دهاتي وعودي بين دايرين الفن الفن وعمري للفن الفن الفن وعمري للفن ما تقول مالك وانا مالي انا الدنيا ما تحلالي كل مالك وانا مالي انا الدنيا ما تحلالي الا بالفن تارارارا لارارارا يا لارارارا يا لارارارا في الفن نشوة الدنيا في الفن نشوة الدنيا بصدى الصافي الغادي في كل غمسة وغنية في كل غمسة وغنية تسمع قلب الكون ينادي تحلى الدنيا في عيني وصوتي للوجود تحن الفن الفن. شكرا. برافو عليكم والله. برافو عليكم. اه ويسهيونا كي جو حدانا. يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. يا غيبة وليد. اي وينو هو ولا راهو لهنا يرتاح مش بحذاه. اي هاو جا هاو. ما حد يشبيك سيدي خويا وليد تنسى يا اخي ما قال لك ماشي يجيب وين اي وين مشي باش يقضي. يقضي. شبيك نسيت. مشي القضيه اللي باش يقضيها. وين هو هذا يزفر هذا يزفر هو يزفر ربي يهديك يا وليد والله هو يزفر يا ديما يزم التصفير يتلم لنا شواطن مش قلت لكم مش مليح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله واحد يبدا شيخ لاباس عليه يا ولدي تقوموا كالميكرو كالميكرو هاي الميكرو الميكرو يحب الباكيتة ويحب القفة ويحب الميكرو ويحب الدنيا الكل الدنيا الكل اسمعني اسمعني نانا يرحمها قالت لي راهو مش مليح اللي يزفر وأنا قلت لك وأنت تبدا بجنبي يا ودي تلم الشواطن مش مليح نحالينا كالمريات تلم الشواطن نحالينا كالمريات اي ما قلت هي لي المره الاخرى ليش تلم الشواطن هي اي يا اخي ما تعرفهاش الحكايه هذه نحب نفهمها افهمني من غير ما تفهم اذا كان الكبير قال لك راي هذيك مش مليح اي ما تعمل هي شبعد عليها ايش معليتها مش مليح اباي يا والله حوال انا نحب نفهم انت اللي مش مليح الكل هاك تعمل فيه شوف روحك شنو تعمل هذاك هو مش والله مليح والله انا مليح وزاد عليا الريح زاد عليك الريح اي به هاو توا سيدي كي تبدا شلاكه مقلوبه اي اي اش تعملها ما نقلبوها باش ما يصليش عليها الشيطان آه صحيح عليه وعليه مش يصليش عليها الشيطان خاطر مش مليح شفت كيفاش مش مليح اي وشنو الاخر قالت لنا نانا هما نعطيوش الغربال في المغرب وسلو وسلو والربح ايوه تعطيهم مش في المغرب اي قالت لي والبياض شو البياض حاشاك لفحم قالت لي ما يتعطاش في المغرب شنو اخر ما تمشطش شعرك في الليل والخميره تعطاش ما تعطاش اي وفي الليل زاد ما تمشطش شعرك وما تخزرش لوجهك في المرايه في الليل اي وما تقصش ضوافرك نهار الاربعاء وما ترقدش بعد العصر اي شنو شنو يا جماعه بشويه وعاد شنو ما تقصش ضوافرك نهار الاربعاء اي قال لك يورث الفقر الله يسترنا يا لطيف ما هو الظوافر إذا كان مش تقصهم أنا سيدي علمني الحق يرحمه أي مش تقصهم يتقصهم بالاثنين ولا بالخميس ولا بالجمعة علاش هذا في قانون الظوافر أيوة أي قانون أي تسمع فيه قانون تسمع الظوافر. قانون الظوافر زيد والله زيد أي برشا حاجات يا بنتي مش مليحة أي ود بالك تمشيش تطروش هكا الماء في الظلام أي يقول لك بالأخص الماء سخو أيوة بدو ما تعرف لا فايدة مش نذكر. القطوس لكحل. خالي هذاك قال لك. شبيه القطوس لكحل. اي هاتوا نقول لك. اي القطوس لكحل يقول لك رد بالك تربي القطوس لكحل خاطر لازم باش إذا كان ضربته تستاذئ وإذا كان سيبته يقول لك عشاك. اي صحيح. عاد يقول لك ما تربيش القطوس لكحل شكون يعرف على البلاوي تضربوش ولا فهمني يعمل لك شي حاجة. حتى هو عنتر مشى مشى.
نكا حدو هو على عنتر لينشي هكا حدو كل مره عامل لنا تل اي نخليه يقس على ولد البحر من قناص الحومه اي هكا اي اسمعني كلمه مش مليحه هذيك ياسر عنا في تونس عنا ياسر عنا وتربينا بها اي هذه مثلا نقول لكم حاجه وكي تبدا فرده الشليكه ولا فرده الصبات الفرده فوق فرده اي مسافر يقول لك اي يقول لك مسافر اي يقول لك مسافر وكي تلب العصفور يعملها على الحوايج يقول لك مش تلبس حاجه جديده تلبس حاجه جديده اي والعين كترف ايوه البطرف الصب كان على الخير رف وكان على الشرقف الشرقف اي كترف تقول لك باش تصب الشتاء اي عوايدنا عوايدنا والمعون اي اشبيه المعون اي المعون ما في المغرب يزمو يشد بلاستو يزمو يرجع ما يقعدش صحيح والصابون والصابون عاد ما تجيش يلزمك تخلي حاجه مسخه بالماكله راهو بالحق اي ما يقوموا يدوروا ما خير ما نذكرهم لك يا خويا فؤاد يا اخي تو البارح شو وصيت بالله كي كملنا الحصه البارح شيح لي ريقي يجي نص ساعه شنو وصي فيه اي شو قلت له يا خويا ايش بدا الحكايات هذه مشو خوافه يا ولدي خوافه تو كي نقول لك باش نعمل لها ليل 27 يتسايبوا ما تخليش اسمعني قتلك روضه تو بن عمار معنا قتلك مش مليح تجاوب سيدك خوك ولا تجاوب اختك نحبك البود اليوم مش مليح خاطر لا يا سيدي مليح اسمعني مو فكري الباكيتا فك مو فيها اسكت على روحك اسكت على باش يغلبنا هو والله ما نعرف يعمل العمايل وبعد يقول لك ربي يهديك قوه الا بالله كلمه مش مليح دخلت في عادتنا في عادتنا لا دخلت في العادات على خاطر هذه كان احنا تربينا بها عند قال الراجل عند نانا وعند للا رباونا معناتها بالذيك مش مليح هذيك هي دخلت في التربيه نتاعنا راهو مش مليح مش مليح تبكي وحدك في بيت اي اي لطف. اي ما تسكرش البيت وتبدا تبكي وحدك سيرتو في المغارب الله لا يبكينا مش باهي مش مليح يقول لك ما تضربش ولدك مثلا كتكرفيحه هذيك ما تكرفحوش أي. أي. في الليل في الليل معناتها هذي الكل ربيوهون معناتها ربيونا به على خاطر هما يعرفوا شيء هذا وعاشوه وتوارثوه على جدودهم زاده تورثوه على جدودهم بالله ايش قالك فك العاده اللي كي تاخذ دار جديده باش نقل دار جديده اي 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 طيب الملوخي ودورها على التريكر نتاع ولا تعمل ولد البحر لا مو دا مرزقه هذيك تجي في العتبه اي اي سيدي اي سيدي وقت اللي شرينا الدار فهمتني ولا نتاع الخلاعه اي جا في العتبه الحق وحفر و معناتها نقولوا احنا وحط حوته حاشا عينيك حطيت عليها يا سيدي خويا حط حوته في العتبه اي وقتها نانا يرحمها نانا يرحمها عملت الحنه في وسط الحوته باش تبدا الدار حنينه اي اسمعني وكيفاش وهي في البني معناتها الدار في البني اي يحفروا في العتبه في العتبه يحطوا حوته بلا يكرشها الحنه ايوه ويردموا فوقها ويحطوا بعدها رخامه وكل شيء بالضبط هكاك ويحطوا السكر ويحطوا برشا حاجات اي اي اي, أي. ويطيبوا الملوخيه ويدخلوا باليمين صحيح اي من ويسملوا بسم الله قبل حتى كل بيت يسملوا بسم الله وكي يدخلوا حاجاكم على الدويريه كيف كيف يسملوا بسم الله مالا اي مالا كل شيء بقواعده كل شيء بفنونه يرحمهم علمونا شيء هذا قعد فينا لتوا واحنا نعلموا للجيل الجايه ولو حتى تقول انت للجيل الجايه تسمع دريس ماكا تسمع في المش مليح ماكا تسمع في قديش من حاجه مش مليح ومش مليح لمرأة تلبس الشاشيه لا لا ذي جبتها من راسك لا والله لا لا صحيحة. لا سيدي خويا تكلم خويا فوق تكلم هذا شوف بكري راهو طاو بكري اي اما طاو طاو باش تقول لها تلبس الشاشيه ها طاو باش تقول لها تلبس الشاشيه ليه طاو يلبسوا صح عليهم اما المراه ما تلبس الشاشيه مش مليح علاش بربي مش مليح صحيح ها وعاد هو في سوق الشاشيه يعرف يقولوا طاو باش ما تشبهش بالراجل باش فهمت انت ديما المراه كل حاجه في بلاصتها الشاشيه تعمل بالراجل وكلها عوايد اما نرجعوا للسنه نتاعنا نتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ناخذ كل شيء من السنه على خاطر توا الدنيا تفتحت اي والتلافز والقنوات والاحاديث والمشيخه تبارك الله وبرشا حاجات أي. تبقى هذيك المش مليح نتاع جدودنا اي عاده جدودنا عوايد طب بالله تو انت
بمخك مثلا واحد أي. يهز ملوخيه يحطها خلط في المسحان يحط الملوخيه في التريكن مثلا اعتقد لكن ما ضار والنفع هو الله العبد معناه بالحق معناه تقول قايل معناها شنو حتى في الدين نتاعنا اسمها التطير معناها ما اي قول لك لكن رغم اللي نعرفوها اللي ما تجيش اذا توكلت فتوكل على الله نعرفوها ما تجيش نعرفوها وتلقى يقول لك الكتب ده شليكه مقلوبه يسال عليها الشيطان تو معناها تو واحد بالمخ حاجاتي سبحان الله معناها تقلبت شليكه تقلبت ولكن رغم اللي نعرفوها اللي هي معناها ما لا تنفع للضر وهي مجرد معناها عوايد ولكن نعملوها ونحبوا نعملوها ونستبختوا بها ونستفيلوا بها خير وكل شيء على كل حال هي لا تنفع للضر لا تنفع للضر لكن عوايد نتوارثوها عوايد نتوارثوها ونورثوها لاولادنا ونقعدوا هكاك فهمني وهذيك هي العاده ماهيش اختي سنة ايا وينك ولا يرتي هذه كل مش مليح مش مليح مش مليح تربينا به ومحلاها الكلمة في الدار وكي نقولوا لولادنا راي أجيال وراء أجيال أجيال وراء أجيال يقولك ما تعمليش هذيك مش مليح ريتي كلمة مش مليح عندها بركة وعندها نكهة في الدار غير عادية عندها بركة صحيح محلاها كلمة أنت فتوى تقول مثلا واحد يعلي صوته مثلا ولا عيب أيه. مش مليح تعمل هكا عايش أيه. معناتها الكلمه هذيك صحيح وهي موجوده حتى في القران يقول لك ان انكر الاصوات الى صوت الحمير اي نحكي اما نعرف يعني فما حاجات صحيحه أيه. وماخذينها من بلايصها أيه. اللي هي التربيه الصحيحه احنا التربيه الاسلاميه شوف أيه وليد أيه. احنا هاكا باش ما ندخلوش في الحلال والحرام ونقولوا مش مليح مش مليح صحيح باش باش ما نفتيوش اي اي كل حاجه في بلاصتها نقولوا مش مليح تفتي شيخ سلام بلا كشتة اكثر حاجه يا ريما اكثر حاجه مش مليحه اللي كي يبدا سيد اخوه يتكلم هو يقص عليه يا محليك يا سنه محليك يا سنه يا سنه محليك احنا شقلنا لحد اللي فات قلت لك بربي ارجع لي ها يا ناري على روحي فدا ما لقيتش قدر وهاو لحد ذا يا سنه بالله يرجع بحذينا مره اخرى وزادوا قالوا له باجي وحلو زادوا ما عمل السكر دلوا له السكر معلو يا ولد كلام ايوه يكبس ايوه احنا وخيتي كي نزرعوا البتراث ما يتفرع في القاعه يتحل اي مش باش يلم الحله جايه من عند المولى انا هي مبصه مش باش يلم اش يلم غير فرط يسيب العيات وقرب الميكرو وتعرش كيفاش هاي سيدي هذه يا روضه تحبوه هذه يا روضه هذه تحبوه يسكت انتم تو حاضر باش هاي نمشيو نمشيو في التيار هاي اي البلاغ جايه نطلع معاك من السوق لا يا ولدي باش نشوف نتفرجوا فيه الكل مع بعضنا وين ماشي معانا تو تو خارجين ريت ما زعموا وقتاش باش نخرجوا يا اخي توفى الحجر الصحي وتو نخرجوا وقتاش تو يوفى ما عاد ما مازال ان شاء الله يوفى هو لما احنا فينا يا ولدي لطف عليك نستحضوا على رويحاتنا هاو بكل جمعه تحل حاجات وتزيد حاجات اللي يخرج يحط البافيت والتعقيم والخل في الديار وما بالجفيل وتو تتعدى تعدى شهرين للاختي للاختي قلت لك على وصفه اي انا مبخر بالخزامة والعود اي يقول أي. يقول وي. والله اللهم صلي على النبي الدار نعشعشها لا كورونا تدخل حتى كي تجي متعديه تمشي مزنقه الاخرى يا ولدي الطب باش قد مستقلتهم كلموني قالوا لي كل خليه هو يسور يجور في البلاد احنا باش قد مستقلتنا نمشي للبلاغجيه وانا راجعين نكملوا حديثنا معكم في البلاتو صباحين عارفين البلغه التونسيه البلغه التونسيه وفي المدينه العربيه في المدينه العربيه في سوق البلغجيه هذه البلغة التونسية ثم أنواع هما أي هذه البلغة التونسية أصلا فهمتني ثم تبدأ على السمير كوير على النعال وثم تبدأ على القومة كي هذه البلغة وعندك هذا صباط العربي هذا صباط العربي عفاس فهمتني هذا تلبسها على الجبة تلبسها على الكسوة هذا فيها زادة على النعال وفيها على القوم فهمتني فيه الألوان الكل فيه في البيج سكرودة فيه في القمراية الأبيض فيه في الخمري كما هكا البردو
فهمتني؟ فيه الألوان الكل على الألوان الجبايب معناتها فهمتني؟ وفيه الكونترا، الكونترا هذه الكونترا التونسية نتاعنا، هذه الكونترا العربي، هذه كونترا نقولها كونترا بزيرو، تري بوانت هذاك ولا عيطوا له زيرو تو نقولوا بزيرو، وهذه تبدا مبطنة بجلد من داخل، وملوطة ثم اللي عملها على الكومبوست كبير ثم اللي عملها على النعال، فهمتني؟ هذه الكونترا برشا أنواع بالطبيعة برشا أنواع، ثم الكونترا ثم الصباط ثم البلغة هكايا. وأني اللي أكثر مطلوبة تو؟ مطلوبة يا سهيل الكونترا مطلوبة نورمالمون، ديما الكونترا ما تدخلها ما تموتش الكونترا ديما تخدم فهمتني. والصباط العربي هذاك تو برانسيب يخدم داكور دوما يموش كيما الكونترا فهمتني. الصباط العربي تلبس عليك الكسوة، أما تو الجبايب نورمالمون ديما الكونترا تلبس عليها العربي فهمتني. هذا بالنسبة للرجالي، وثما هذا بالنسبة للرجال نسيت ننسى باهي عندك هذا البشمق، هذا البشمق العربي هذا تلبس مع الجبايب تاع الجبايب بالخمسة حايك نقولوا له نحن البشمق حايك. ثم هذا البشمق الدوري نقولوا له نحن قماش دوري كله هذا تلبسه العروسة فهمتني في الحنة نتاعها. عندك البلغة هذه البلغة المطروسة زاد هذه البلغة نقولوا له نحن بلغة دوري تمشي بها العروسة الحمام تمشي تمشي بها الحمام وتجي في الحمام تنحي الهدية وتلبس القبقاب اللي بالعدسة هذاك القبقاب اللوح تدخل بيه الحمام للداخل فهمتني. هذه البلغة دوري. عندك البشمق المطروز نتاعنا هذايا هذا تلبس ديما هذايا فهمتني، مش خاص بالعروسة بركا، الناس العروسة خاص بكل شيء هذا تمشي به مثلا عصب ساري على برشا حاجات تلبس هذايا فهمتني، باش تقضي به تخرج به يخرج يعني مطروز سامبل هذايا ولا العشية باش تمشي بحذا ولا حاجة ولا في دارها تلبسوا عشوية كاي وكل شيء. هذايا بالنسبة للنساء. من تلبس صباط هذه اللي لمتها هذه اللي لمتها باقينا هذه كيما الناس الكبار مثلا في الجري في البيج في الابيض في الالوان الكل فهمتني. انت ولون الجبه نتاعها شنو تاخذوا عليها صباط نتاعها؟ علاش تو ما عادش نلبسوا الكونترا المحلوله كاية على خاطر صغير ولا ما عادش انت في ساقه كي يمشي تهرب ولا عملوا لها العقبة هذا عالي من تالي باش تشد له ساقي تو لاي صغير يدخل ساقه كي تشد في ساقه فهمتني تولي ما عادش تهرب من ساقه فيها في الالوان الكل فهمتني. فما حدا مع دنجري تو اللي يلبسوا صغارهم الدنجري دونك يلبسوا مصباب دنجري تو اسنا هذا خرج بالقدا بقدا يلبسوا فيه الروج الدنجري يخرج عليه الاحمر تو صباط كيما كي هذوما الخدمه نتاع دنجري تو فهمتني. صباط احمر دنجري تاع ولد صغير خاطر ما جامش يلبسوا دنجري عليه سبيدري ولا حاجه اخرى. وعندك هذه البلغه المطروزه تاع الوليد المطهر هذه يلبسوا له بلغه كيما قلت لك يلبسوا له صباط ساتيام يوخي فهمتني. فما في البيج فما في الابيض ذوق الالوان الكل معناتها باش يبدا ولايد مع الحنه ومع الديكور هذا تطلع في ساقه بالكدا بالكدا. هذا بالنسبه للصغير. البلغه في رمضان تخرج بالنسبه للناس للرجال ما خاطر شنو هو ليله 27 وليله التراويح وليله العيد يبدا لبس زي عربي جبه واحد وكل شيء يلبس عليها الكونترا نتاعها معناتها نسي قل تو نسي لا ما يلبسش برشا في رمضان لا نسي في الصيف وقت الفرحات والعروسات واحد يلبسوا البشمق يلبسوا البلغة ويلبسوا كل شيء نسى يشريه الحق. شنو مرة يزفر مرة شنو شتعمل؟ يبمبي في البابور يا وليد يا وليد الميكرو نتاعك شعل البابو ليه 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 متخاخن الميكروين نتاعك هو اي شنو شنو قاعد تعمل مش نشعل البابو ليه لهنا ما تجمش تشعل البابو شوف مش نشعله والله لا صارها يا بنتي مش يحط الحليل متتقلى ما عادش بكري تقلى الحليل ما مش قلي طماطم ثبت البابور ليه ها البابور لا يعطيك لا لا اي شوفي مع حل هذه خرجها من بحذايا هذه دخلوا هذه يدخلوا له يدخل المخرج يخرج هو البابو قال لك هذه خرجها من بحذايا معناها هو الضيفه يعني انت عندك دواء واحد دواء واحد يا لطيف يا لطيف دواء واحد ما نسحقش دوايات انا لبس عليك احمدك هي الدواء والله يا منهار نجبالك يا وليد اي يا وليد كلمه قلوا عيب توا بالله
يا ولدي خدش على البابو يا ولدي مش تعملون لك عمي ولا شخاخ وخشوماتنا ودنيا ناس صايمة يا ولدي البابور في رمضان انسيه انسيه تخمنا كل مرة تخمنا بريحته انسيه واحد جاز بطولي طعام لا حول ولا قوة يا ولدي بدي يدخل ريحة البابور هيك فسرت لك ريحة البابور شو فيه ريحة البابور تغم الله يرحم ايام البابور أي كانت ريحته كله شق في البيوت الله 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 طوالته ما يحبوش ريحة الدخنة وريحة ما نعرف شنو اسمعني خرج علينا كالبابور لا مش نشعل ما هوش بش يشعل لك علاش وانا كلمته عمك بخشم كلمته يعني أنا خرجت قلت له ما تبدلش من ليرة يعني خرجت ومشيت له وشدت البابور وانت قلت له ما تصلحوش اي ما هوش بش يخدم لك اش مش قلت ماني عارف ماني عارف اش مش قلت لي لتفوز اش مش قلت تقول شيء مش مليح بكيني سيدي خويا بكيني قلت لك مش مليح قلت لك مش مليح ما تقول شيء قال لك سيدي خوك هز البابور هز البابور اي حلم انت حلم يا حلومه اي قوم ترى قوم خرج علي البرة لا ما خرج شو هذا لا 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 انا ما نكذبش عليك خليهم زين خليهم زين اما ما تشعلوا بين على شنو مش مطيبوا شنو ها نطيبوا اسمعني اسمع تو بعد تخلقوا جنتنا ونطيبوا تسكت شويه اسمع نجم فيهمك شويه فيهمك انت تفرش اسكت شويه خلي زينات عطينا لحلاله شنو هي رسيت لحلاله تيجي ونماشي تيجي هنا اه تيجي قعدتك محلاها ايش وين تحكم فيا سيني أعطينا كيفاش لحلالة من الزمنية مش اللي شريوا فيها توا حاضرة باش وتويكا ولو يبيعوها باكويت بالفارينة وحاسيلو ما نحكي لك شيامنا كيفاش ولا هي مش قالت اللي يعمل لحلالة يقول استغفر الله أي اللي هي تحاحي فيينا ليه قصينا على استغفار اقعد رايت لأنك تقعد بحذايا مش كما تقعد بحذايا سيبها 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 أعطينا لما كان نفس يطب ويطلع اه اوكي نفسك هاو اعطينا روسيت لحلاله سيدي كيفاش تعرفيها سمره هذه بصكم عجبوها لي روسيتك سمره هذه حلال مقمحه زيد قمح الناس بكري كانوا يعملوا حلال من القمح نعم الناس بكري كانوا يعملوا حلال من القمح حلال من القمح ريتي الحلال تعوض المقرونه تو فهمتي الحلال هي اللي تعوض المقرونه طويك فما الحلال من القمح وفما الحلال من السميد وكما المره الاخرى عملنا القمح والسمي القمح والشعير والقطانية كسكسي نفس العجينه تنجم تجي حلال نجم تجي هي العجينه شو فيها بربي سنة ما فيها حد شيء هي العجينه تفرجي لها قمح ماء وملح اكهو قمح ماء وملح هي تتعجن بات كما بات متاع الخبز وتوسعي بالك مش كطريه زي لا لا مش طريه لا لا تجي يابسه باش تنجمي انت تدورها بايدك اي نحي يدك وليد وتبدي موسعه بالك العشيه تتفرجي في تلفزتك في لمتنا التونسيه كما هكا وغربالك قدامك ووليد بحذاك هكا يهز وينفض وانت تعملي في الحلال وانت تستغفر وانت تستغفر هو يهز انا مش خاريكم وش نخرج توا ورينا كيفاش سنه اللي معناها تقيزمك تعملها اي شوفي ريتي تقصي هكا اي اي ومن بعد بالطرف بالطرف صحيتي اه ها تثنها هكا على ايدك وتبدا ماشي ماشي شوي شوي فوق دراي عايزه ايش انا ايش فوق دراي ايش هكا نحالك الباكيتا هاك اياك الكعتو اخذ غادي محلاك يبدا عاقل يا اختي اه مش عاود ابعثهولك تقصي شوية بالطرف بالطرف أيوة وتبرم هاك على إيدك باش تولي طويلة هاك أيوة وترمي في الغربال وعندك حليل مجويدة تعمل 66 كيف أغزر لي وسميد نعملوها بسميد الأرطب أي سميد الأرطب أي سميد أرطب وماء وملح وماء وملح القمح قمح وماء وملح فما في بلاد يحطوا فيها الخميرة يسموها حلال مخمرة وفما في بلاد أخرى تبدأ الطنجرة تغلي وهم بالوقت في الطنجرة نجم ما تتحلش ما تتحلش أما تجي الأشكال متاحة مش طويلة معناها دي فورمي اشتر دويرة واحدة معوجة واحدة ما نتجم تعمل حلال كما احنا نقوله حية متاع وقتها حية أي تبدأ طنجرتك تغلي وانت هك تطلع لك في شكل نوارة كل فهمتي خاطر هي البات تهبط في الطنجرة تتفرم وحدها وتبدأ أيوة 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 شكلها مزيان كما المقارن الألفابي اللي تو خارجين معناها أنت تش تعملها شيء حلال مزمنية بالسميد ولا بالقمح تعمل 66 كيف كيما تش تعملها حية حية بالوقت طول في الطنجرة بالوقت أي ما بنوا رمضان على حكاية ذوما بصراحة باهي لله ربي يخليك شي حاجة بالله أنت تبدي نحن نبدو نحكوا هو يدور راسه هك يسكر علينا إيه لاحظتها
اخذ شي عاقل حتى تعرف الطفل هذا. والله العظيم والله يا اختي سنة بالله عودي جينا بالله عودي جينا ما تخلينيش ان شاء الله هي تجي وانا نروح اي مش على كيفك انا قلت لك اه الباكيته وخذيها فكيلك هاي خليكي انت مشيت الغادي قام هز الباكيته هاي بي خلينا نتحدث وتصنت علي نسمع تعرفش الحلال من انت منين يجي منين ندري عليه اها نتعريها هاي هاي قولي انت أنا في بالي من برد لندلس أيوة أي. الحلال مجيتنا من برلندلس والله لا هيك ما حلال مسناء حلال مسناء أنا أي. قد ما جيت حلال حلال مسناء عزيزة وغالية يا لله شويدة تعمل 36 كيلو أصبوا البنادر والأحذاري يا بنتي يز يا بنتي يز يا بنتي يز راني مش تمشي لحماتك شنو هو طوى نقعدش أنا هكا يزي يا فطريض طوى تتلهي في حاجة برا عملنا خبز شنو قالك شي هي خبز الملوك قلت اسمه ولا شنو قالك شي خبز الملوك اي هاي ياك والعاده والعوايد حتى هو النص تعدى هي ليه هي في الحلال وانت برا تلاقي في حاجه واحنا خلينا نحكي ليه ليه مش تقعد بحذاكم اي والله لا نبرد ليه بتحب تقعد بحذانا هات الروسيت خلينا نعمله معاك انا مش نعطيك الروسيت التوانسه الكل يستنوا فيك مش تعطيهم الروسيت انا ما نعطيش الروسيت كلمه هيا عاده هيا عاده يا سيدي خويا هذه تجيبها للدار كل عام وهي عملت لي فتنه وانت ما تغشش عليا يا ودي هاك ما تريدش تخلينا نسمع ولا تخلينا نحكي ولا تخلينا نعرف ناخذوا كلمه ونعطيه كلمه لا تخلي الناس تسمع الهدره اي تو اي تو تو يعطينا الروسيت نتاع خبز الملوك لا ما نعطيش اي نستناو فيك عادي اي قول لها تحط هالساعه باهي وتحط لي التصويره باهي تنحطوا لك الروسيت والتصويره كيفاش تعمل خبز الملوك اي لله خبز الملوك يتعجن سميد سميد وقمح سميد ارتب سميد ارتب ولا فارينة كل فما ناس لا اعطيني الزمني خبز الملوك هو الزمني هو سميد الارتب سميد الارتب اي سميد ارتب وحليب اوه ايه اسمي درتب وحليب اسمي درتب وحليب وسمن وزبده وطريف زيت زيتون الله الله تعجنوا بالكدا بالكدا ايه ومع خميرته بالطبيعه ايه هو كتشيش مثلا احنا نقولوا على كيلو اسمي درتب على كيلو اسمي درتب تحط باكو خميره لي برشا ايه مغرفه مغرفه كبيره ما خاطرش تحكي على العجينه أي. الخميره المعجنه ما نكذبش عليك أي. احنا يعني انا كي نعملها الوصفه نعملها بالخميره البلديه اي العجينه اي نعجن قبل بنهارين ولا اللي هو ونخليها في بلاصه دافيه وبعد تعمل العجينه نتاعها نحط لها كعبه التمر ولا كعبه الزبيب ولا اللي هو باش تو مره اخرى تعطيني الروسيت نتاع الخميره اي خلينا في روسيت الخبز تاوي كمل ومن الخبيزات تتفرج هذاك الخبز عندك الحق تشتهي هذاك الخبز اللي مسقي بالسيرو يرحمها نانا عاد قلنا عجنيه عجنيه وخليناه يتخمر في عقله وبعد نعملوها كيكة كيف احنا نقولوا كيك العظمة كريكب صغيرين وبعد ندخلوه للفور مازال سخون نطيبوا له شحور خفيف ونسقيوه وعسل وبعد نذروا عليه شوية هكا الفستق ولا البندق ولا كل قدير وقدره حتى جلجلي اي هو وتتعمل خبز باهي هشوش في ساعة ما يعني يتهضم وحلو اي وحلو هو علاش خبز ملوك اي عليه خبز ملوك على خاطر الملوك بكري ياكلوا كل حاجة الحلوة والحاجة اللي ما تاكلهاش عامة الشعب فهمت اي يعني خبز شنو هو يا ولدي هذي شي مكفيها يا ولدي هذي كالنحلة بتاعك اش اسمه اش اسمه هو سيمونيرة اي سايب لنا نحلة هنا خليها لك بالذمة اي يزي تلاقي بين احنا ويزي اركح انا سكت اي الخبز هذي يتعمل للملوك يا بنتي يزي بالضحك يتعمل للملوك اي وياكلوه ابنين برشا بقهيوة اي باه باه أغزل خلي هو النحلة متاعه يتيه في بعضهم النحلة مش تقرصنا إن شاء الله إن شاء الله على فعلك إن شاء الله على فعلك دار أخ سيريموني يعطيكم صحة مرة أخرى ميرسي اللي جيتوا بحذينا رجعتونا لك الجو البنين الموزيكا التونسية البنينة وقت اللي أنت مش تجيب في البابور كان قلت راني ماشي نجيب في البابور مش رانا قلنا لك ليرة هو مش يتصلحها وقعد غادي أما ما تشاورش من مخك تعمل كل شيء هاك معانا توفي ذي هاك معانا هيا تراه خل نسمع مش تبعنا أول نظرة تو يظهر لي هكيكة أي
البنات أول نظرة درباني زين بجد البنات خلاني في الحب نعاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد قلت لها في حبك فاني حتى يقولوا ما حتى يقولوا ما حتى يقولوا ما أول نظرة درباني زين بجد البنات أول نظرة ودرباني زين بجد البنات وخلاني في الحب نعاني توقني اللي عاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد يا زنت الصفات يا زنت الصفات أول نظرة ودرباني زين بجد البنات أول نظرة درباني زين بجد البنات وخلاني في الحب نعاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد توقني اللي عاد توقني اللي والله خمسة وخميسة عليكم خمسة وخميسة عليكم محليكم ومحلى أيه. جوكم اسمع حتى دريس جبتولنا لين ما نشد روح وشد روح وفي الاخر اما كان زيت شعلت البابور راح ليه ما عادش تعود هالبابور ما تفهمنا عاد ما عادش تعود البابور بالكل به في هالجو هذا وجاموسي ودنيتنا وكل ما يذكركمش في المدينة العربية وفيهم في المدينة العربية فك الجو ذاك ايوة ليه يذكرونا في المدينة انا قبل ما نمشيو للجو ذاك نحب نقول سنه قداش نورتنا عايش اختي وربي يخليك عايشك ربي يخليك ونحب وعد منك ترجع بحذانا ان شاء الله اسمعني انا خاطرني شاهيه شنو قلت لي هذيك انا قلت لك الكورديان وانا قلت لك اسمه قلت لك الكركدين حاجه كيما هكا كركدين قلت لي انت راهو الكورديان سنين الله ما ذقتوش معناها من وقت اللي انا هكا صغيره ان شاء الله نذوق البنتي ان شاء الله نجيب حذانا ونعملوه هنا ان شاء الله وفرد مره تعطينا نواصل كيفاش نحلوها ان شاء الله ايش شنو رايك ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي مالك ما بيناتنا احنا تليفون ونبهي سامحيني على وليد يقعد عاقل خاطر يتكي فيا وسيدي خويا قول له راهو الضيف ما يتهجش مرا يا ليلى في وديعة ربي واه ترى هي نسلم على مراه مش مليح هكا توا مش مليح هكا توا بكيت رجعت لك مش قدام الناس مش قدام الناس خلينا نخرج بالتيار مش قدام الناس نمشي وإحنا الفتير نتاع الباب المدينة العربي وانت منك ليه منك ليه اما نوريك اي حسيبك ربي قلبك حسيبك ربي
جمال المدينة العربي بالتنوع والاختلاف في الأشكال والألوان. نلقاو الباب المستطيل والباب المقوس مع اختلاف في الألوان، وكل باب مربوط بحكاية تتعلق بحرفة صاحب الدار. من أشهر البيبان باب الخوخة، هو باب كبير يتوسطه باب صغير. في الغالب تكون البيبان محرجة بالحجارة متكونة من زوز ألوان، لون فاتح منقوش ولون آخر غامق، وتكون البيبان مزينة بمسامر كحلة وبأشكال مختلفة. رجعنا معاكم. يا ساقي يا ساقي يا زبلة يا رحمك يا نانا يا وليد. وليد هذاك اللي وصل روحه نحب نفس طالع كيفاش؟ اي هابط صحيت باهي باهي تقل توصل روحه كذاك هو حرشته فيا اللي يضربني. انا شنو عملت شنو عليك توا؟ طرت في المراه قلتها في وديعة ربي. في وش مدخلك انت تقولها في وديعة ربي؟ المراه ما زلت تتكلم. يا امي ركبتي هذاك عيب ولا مش عيب؟ عيب مش مليح ولا مش توا؟ مش مليح يكبر في دارك. كلام هذاك احنا كلام هذا. سيف مرحبا بك. مرحبا ريم. مرحبا وليد. سيف الدين على السلامة. سيف الشحوال لطف عليك. باهي باهي يا سيدي خويا ربي يعملك دليل. يسكت عادي. نحب نعاود ونذكروا خاطر البارح على الباج نتاعنا على الفيسبوك لمتنا التونسية جاتنا ملاحظات قالوا لنا شبيكم شادين كان في الفنانين والممثلين، فما البشير رجب ربي يطول في عمره، فما اسامي تاع مذيعين كبار تعديت على بديت في الاذاعه الوطنيه وبديت الاذاعه بديت معاها، علاش مش بتوش عليها؟ علاش ما حكيتوناش على العروي؟ علاش احنا رانا قدمنا حصه خاصه بعد بعد اليوسف وحكينا على برشا مذيعين في البلاتو هذا، وراهو نحن هما هي لمسه وفاء. هما ناس خليو بصمه في 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 الفن التونسي وفي تاريخ تونس، فاحنا حبينا على طريقتنا الخاصه ولو انه ندوم مقصرين والوقت يزرب فينا، ولكن حبيناها تحيه كيما البوسه على جبينهم كان جاو حيين. هذه هي فناخذوا بخاطر الناس وان شاء الله في الاسبوع القادم نبرمجوا زادة واحد من المذيعين اللي بديت معهم الاذاعه واللي انطلقت معهم الاذاعه. هاكا مازلنا على كل حال احنا 6 حلقات من نحكيوا على اسامي. ريم احنا في الحصه هذه مش دفاع عن الحصه هذه ولا ليه، ذكرنا عبد المجيد بوديده اللي ما تذكر في حتى حصه اذاعيه، ذكرنا حمادي السيد، ذكرنا بن جدو، ذكرنا مختار حشيشه، ذكرنا معناها برشا معناها عثمان الكعاك، محمد الحبيب، ذكرنا تقريبا الاعلام الكل. بقينا فما اعلام اخرين عايشين ربي يطول في عمرهم كما السيد بشير رجب اللي هو يعتبر مدرسه في حد ذاته، ذكرنا مليكة بن خامسة، ذكرنا عادل يوسف، ذكرنا مكي كربول، قلنا معناها الله يرحمه مكي كربول الله يرحمه عشيره. هذه مش مزيه يعني هذم اعلامنا هذم اللي عطاوا لك بطبيعه. اي روضه قتلي صالح شغام طبعا نجيب الخطاب. اي قاسم المبسدي ايضا. أي يعني برشا اسماء عطات. نرجع ان شاء الله اسمها مازال الوقت قدوة ربي، مازال عندنا 6 حلقات القدام خاطر احنا اليوم عندنا جاموسي وغدوه ان شاء الله عندنا سيده نعمه. سيده نعمه غدوه ان شاء الله سيده نعمه ان شاء الله. فان شاء الله الاسبوع القادم نبرمجوهم. لكن هذا ما يمنعش باش نقدموا تحيه كبيره برشا لسي بشير رجب اللي برشا تلفوا على يدي. انا واحده من الناس هريم. اي خدمت انا اول ما دخلت خدمت مع بشير رجب في برنامج فنجان شاي، وخدمت معاه في السيف ضيف، وخدمت معاه في لقاء الاحد اللي ولا اباء مع ابائنا المسنين، وخدمت معاه في برنامج تلفزي اسمه نحن والبيئه اللي كان تقريبا من عام 92 انا لحقت عليه حتى العام 96. يعني بشير رجب كان فما معناتها حاجه كبيره تميزه هي الانضباط وعدم الارتجال ايضا، معناتها الكوندكتور نتاعو بشير رجب بالثانيه يبدا مكتوب ويكتبوا المقطع بالثانيه، يعني انسان منظم ياسر. ربي يعطيك صحه لبدان سي بشير. اليوم باش نحكيو على بداياته كانت مع مليكة بن خامسة مذيعه رابط في الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم نحكيو على جاموسي محمد الجاموسي او محمد التونسي، يعني هذا حكايه كبيره برشا. الفنان اللي جمع بين شوف بين كتابه الشعر وبين الادب وبين التمثيل وبين الغناء وبين كل شيء، يعني فنان متكامل. من استحاله انك توفي الجاموسي حقه في مده وجيزه بصدق. يعني الرجل اللي قال
كيف تحب تتأمل في الطبيعة، تفرج في الشمس وقت اللي تغيب تو تعرف اللي كل شيء يزول، وكيف تحب تتأمل أيضا في الطبيعة، تأمل في طلوع الفجر تو تعرف كل يوم يتجدد. الدنيا هذه كلها في حركة، من غار النملة حتى الجو والطير، والناس كلها ساعية في حركة على حب الحياة والخير. يعني كان يقدم أغانيه ثم يغنيها. مشي فك المدرسة اللي مدرسة محمد عبد العزيز العقربي زكي تريمات، يعني سليمان القرداحي المسرح الغنائي. معناها كان معناها يسمعك الكلمات باش تفهمهم باش تسمع عنهم وبعد يغنيهم لك. يظهري من الفنانين اللي ما يخرج من الحفله لما الجمهور حافظ اغانيه. يعني هو ذكي، معناها اقصى حدود الذكاء، ويعطيك حاجه سهله تستسيخ بشكل رهيب. وقت اللي يقول قهوجي دم، هات لي قهوه مش قهوجي دور، انت تسمعها يدور وهي قهوجي دم. وقت اللي يقول يا ليت الناس وخيان، قهوجي دم تك اي. وقت اللي يقول يا ليت الناس وخيان، انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان، يوم عليا ويوم عليك. وقت اللي يقول الله معانا، وقت اللي يا اخويا الخدام ما يتزغوان، ايه ايه ولا لا لا معلوم، هذا معلوم الدنيا يوم بيوم، نهير شمس ولهابة ونهير فيه غيوم، ترجع وتولي اصحابة وجه الله يدوم. يعني النساء قول يعيش النساء، معناها في الفصل ذاك الحلو ذاك المزيان يقول لك، ويقولوا لك اذا تحب تعيش مرتاح قول يعيش النساء، يقولوا لك هذا عسل تلقاها صحنة هريسة. هنا تشوف الطابع الفكاهي متاع محمد الجاموسي اللي هو صديق حسن الغربي، وحسن الغربي اللي هو صديق الجراري، واحنا كل شيء بالصدفة وجاء مرتبط ببعضه، راه ما قلناش حساب وجاء مرتبط ببعضه. وقت اللي نقولوا محمد الجاموسي كتب الأغنية الفاكهة للجراري عن طريق حسن الغربي، لحسن الغربي بدايته نجار، من عرش نجارة كل عند الفنانين التوانسة من السمليلي لحسن الغربي كلهم نجار. الجاموسي يعني كيما الصغيرات الكل قرا في الكتاب عند سيدي الكراي الشيخ، عكس اللي في تونس قرا عند الشيخ كتو، وهو قرا عند الشيخ الكراي. الشيخ كتو حكايه كبيره برشا، قرا عنده حتى صلاح المهدي. من بعد يدخل مدرسه كمون من عائله كبيره برشا، ابوه معناها عائله معروفه، معناها جده مناظر، راهو محمد الجاموسي الجد مناضل، محرث الجاموسي، محاسة الجاموسي يعني. لكن هذا ما كانوش قداش قاعد في الساحة معناها جاموسي. الجاموسي معناها من عام 1910 هو أكبر من الجويري بعام، توفى عام 82 وجاء النعي متاعه معناها وفاته عن طريق قاسم المسدي في الإذاعة. أتعس يوم عند التواسة كل، أنا وقتها صغير من الحقيقة ما حقلتش عليه، لكن هو مدفون بحث محمد قاسم المسدي. الجاموسي ما معني اعلن عليه محمد قاسم المسدي على عن وفاته، عن وفاته ثم دفنوا بحذا بعضهم، دفنوا بحذا بعضهم. اي محمد الجاموسي مش مدرسه فقط، محمد الجاموسي تصدى للعائله نتاعو. اول شيء هو ابوه كيف بعثوا لتونس بعد مدرسه كمون، جا قرا في ميلوبي، وبعد مشي اللي قابل 9 افريل، وبعد ما درس باب العلوج وتحصل دبلوم في الرسم الميكانيكي. هذا ما اقنعوش، رجع لصفاقس خدم في النجم التمثيلي، وعمل سيجار ما غناش بصوته، ولكن بدا يبحث يتحس في روحه. مشيت للجزائر، عرفته باحمد وهبي، عرفته بالطاهر فرقاني، الطاهر فرقاني والمالوفة تزيري. يعني وقت اللي تعرف بالبشير الرصاصي ديريكت يهزوا معه لفرنسا، هذا بداية الأربعينات. يمشي لفرنسا سجل أول أغنية على الشط، محلى خطوتها على الشط، تمشي تتمشى حسن الأغنية، عنده خطوة أثنية طويلة حلوة وزينة، واللي نحبه ويحبني نستنى فين. هو مطرب الصباح، ما بنها الصباح، هو مطرب الصباح يعني. كي نبدأ نسمع فيها هذيك خطوة تربينا بها، تربينا بها. إيه إيه ولا لا لا، كلمة واحدة الثانية لا، زي الوليد. إيه ولا لا لا، كلمة واحدة الثانية لا، ثانية قوم لك يعني. يعني سكت يا قلت لي ريم الغالي أختي، معناها وليد وفؤاد باش نقول لكم حاجة، أنه مثل في فيلم نهد وفيلم ظلمت روحي وبنت الليل. تصوروا فيلم نهد هذا مثل فيه مع يوسف وهبي، ومثل مع شور الذب شنو هذيك النحلة جاتني وليد اللي مسيبيني، خليها تضربني مازال جاتني لي أنا حاسي الشيخة اليوم.
الفيلم نهد وظلمت روحي يضحك عليك وظلمت روحي وبنيت الهواء مثل شوف مع تحية كاريوكا مع شيت غنى معها أغنية مشيت حورية. على فكرة مشيت حورية راهي من تأليف فوزي أورا مش من تأليف الجاموسي. غنى لحن الوردة في بدايات أغنية يا مروح للبيت سلم لي عليهم، لحن سلم الجزائري النور الجزائري التلال المداح مطرب الصداح. أكثر تأتي لعادي اللي سميتهم الكل جاموسي شفتهم فنانين مثل جيل فريد شوقي. أيه. محمد كرم اللي اخرج فيلم الورده البيضاء لعبد الوهاب هو نفس المخرج بتاع نهد مثل الى جنبه هو اعطاه نهد فينك يا غالي قبل نعمه قبل الناس كل اعطاها الفتاه احمد يعني هو كان قبل يقدموه يقول مطرب اي يقولوا مطرب من تونس محمد التونسي. أيه. يعني هو اللي فتح البيب شبه برشا صبر باي. أيه شبه صحيح. برشا فكرت كان تنقل ومع راسي راه مع راسي مع راسي. أيه. معناها كان صديق برشا كنت نحكي قبيلة مع ربي فضله ربي طول في عمره سيدي عز الدين يدير. أيه. كنت أيه. نحكي معه إن شاء الله يكون لباس لباس في صحة جيدة ويجيب أحذنا وتوفيق الناصر زيادة عز الدين يدير. أيه. إن شاء الله نشوفوك هنا بحذنا فلما تنسي هو كان كيجي من فرنسا. أيه. محمد الجاموسي وقلت له مغروم بالشعر عرفنا ديموسي وكتب. أيه. برشا شعر. أيه. وكتب برشا. أيه. خواطر وأنتج التلفزة تقريبا 16 برنامج أبيض وكحل 16 برنامج أبيض وكحل وأنتج برشا أغاني وبرشا أفلام وبرشا منوعات. هذيك علاش احنا نقولوا معناها دريجين ما ينجموش يحكيوا على جاموسي لكن ينجموا يعطيونا فكرة على فنان كبير. أي. برشا كيما الجاموسي جامع. وثم أنا قبيلة الجملة اللي قصيت عليها ما كملتها لكش قلت لك في الفنانين في العادة نقولوا فما الغنية اللي جابت له نجاح أو معناها عمل بها سكسي إلا الجاموسي أغانيه الكل معناها تقريبا. أي. اليومنا هذا عاملين ليلة اه يا ليل جيت تشكيلك ونبوح لك بروعتي وأنيني اسمعني وخبي كل ما نحكي لك وخلي سرك ما بيني وبينك. أي. أي. يعني هذه الأغنية اللي بدا أونتر بارونتيز راهي الأغنية هذه بداية نعمة. أي. اللي كانت تغني في أشياء أخرى تو نحكيو غدوة وخذيتها غنيتها في الرشيدية وقتها بعد ديريكت بعد أغنية شارع الحب اللي هي خميس ترنين كانت فما منافسة بين صالح المهدي وبين خميس ترنين في النصوص واحد ياخذ من عند مصطفى خرايف والآخر ياخذ من عند محمد الجاموسي دونك كانت منافسة بين ونعاود نقولوا اللي غنيت الليلة اه يا اللي جيت تشكيلك غنيتها نعمة في الرشيدية عام 57 بعد تسجلت في وغدوة إن شاء الله نحكيو على السيدة نعمة وسلموا عليها من تو وقولها استنينا غدوة إن شاء الله باش تكون فقرة ليك أنت خاصة سيدة نعمة ربي فضلك ويطول في عمرك إن شاء الله. سيف الدين الكيفي شكرا ليك حبينا هكا معناها نعطيو فكرة على الجاموسي للجيل الجديد اللي ما يعرفوش لصغارنا يمكن نحبهم. أيه. يكبروا على كبرنا عليه. أيه. ونحبوا تاريخنا وفنانينا وكل ما يهم تونس يقعد محفور في أذهاننا نحن والجيل اللي بعدنا وحتى صغارنا بالكل. طبعا بلكش كان قعدنا الوقت نرجع مرة أخرى مع فرقة دار آغ سيريموني. أي. باش نزيدوا نسمعوا على الجاموسي ما كان الشتاويكا خلنا ناخذوا كليب الجاموسي حضرت لكم أنيسة. أي. وفي مقتطفات من كافاليرو. أحلى أغاني كافاليرو. شوفوه وأنا راجعين الزين في العينين والعينين في الصمر اصل الزين في العينين والعينين في الصمر لابس اخي الخال واي 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 ساخن خال واي 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 والمشي يا بدلان غيري ماشي في طريقه يسير غيري ماشي في طريقه يسير سعي في بلوغ مقصوده
ماشي في طريقه يسير غيري ماشي في طريقه يسير سعي في بلوغ مقصوده وانا عايش مثل الطير وانا عايش مثل الطير بايدي غني على عوده وحشة روحي عليلة نشتاق نزور بلادي خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي أخزر معناتها تسمعوا في إذاعة أي. شوفوا في تلفزة تسمع الدندينة على الجاموسي ما تنجم كنت شيخ عليها بصراحة طبيعة بصراحة. حبوا نبلغوه لوليداتنا أي بلغوا هذا لوليداتنا لوليداتنا أي والله. شيخنا مرحبا بك مرحبا بك يا سيدي منور يعيشك بارك الله فيك بعد شويه باش يكون حديثنا معاك ان شاء الله ان شاء الله اما ماك تعرف انت وليت تعرف لاك هو تو استانس ربي يبارك فيك شحوالك انت بارك الله فيك الله يبارك شفت فيك. يا وليد القرمسود هاكا فستقي في القرمسود يا سيدي في القرمسود اي هاكا فستقي وانت تبارك الله عليك منور يعيشك من نحب الفستق ياسر راني اي يا بابا نجيبولك نجيبولك حتى هو ب 60 ولا ب 70 دينار اسمعني شيخنا احنا ما بعد شويه باش نحكيوا على الجار وحق الجار على الجار واداب الجار خاطر معناتها مستحقين لها برشا احنا في شهر فضيل وساعات تلقى الجار ما يعرفش جاره ما يقولش حتى صباح الخير لجاره صحيح ما يعرفش على يفضل وعمل لنا حكايه مع يعطيك الصحه شفت خليني نخرف سيدي الشيخ هل علاش اليوم قلت شيخنا خلي يحكي لنا على الجار خلي نسكروا موضوع الجيران ايوه خلينا نكملوا رمضاننا واحنا مرتاحين واحنا مرتاحين وخلي اي بابا خرف يا بابا يا سيدي اسمعوني مليح واعطوني وذنيكم هات يحكيوا يا ساده يا ماده يدلنا ويدلكم ربي للخير والشهاد يحكيوا على السلطان واقف في البركون نتاع القصر نتاعو هو واقف وطالب تعدى قال واعطيني ما عطاك الله قشقش جيبه ورمي له الصور دي شافهم هكا الطالب قلبهم قال له اصلك كنوت السلطان ما عطاهاش قيمه هيا دخل ومنها قعد رجعت الكلمه في الوتن نادى للوزير يا وزير قال شنو هذه أصل كنود قالوا يا سيدي والله ما نعرفش قالوا مالا زادك وزوادك وبرا شوف لي هالكلمة ذي شنو يصلها يا أخي حطك وزيرة كاكا اركب هكا الوزير على حصانه وانده هالبلاد تحطه هالبلاد ترميه طاح عليه الليل مغربة المغارب وبكري كانت كنت مغرب المغارب وين تقف غادي مبيتك على كلاويف والشاي اللي كان مسيب يلقى خيمة فيها طفلة ترحي هيا السلام عليكم قالها ضيف ربي هيا قتلوا مرحبا بيك دخلت حطت لك الحصان حطت له شوية شعير ومشيت جابت له شوية ما يغسلت رافه هكيكا وشايب جاي مشيت له تجري قالت له يا بابا ضربوها قالت له يا بابا روعة نظيف اي قالها مرحبا انا جيت باش نقول لك راني مش مبيت مع الغنم البرة اي قالت له الضيف قالها برا اذبح له علوش اي مشيت معاه هي وياه الكوري يشوف في العلالش ومنها الزراس وقالها وعليش احنا علينا علوش اهل ذبحولو برشني ادخل المراح نتاع المعيز بدا يفركس ومنها الزراس وقالها حتى برشني برشا ذبحولو سردوك خليته ومشيت هي للقنير نتاع الدجاج مش تجبد السردوك قالها يا عيشة يا عيشة افريرش قالت الله يبارك مشات مش تجبد الفروج ومنها خلطت عليها قالها سيب عليك من ذبيحة جملة أعمله كسكسي بالحلي أي يا سيدي مشات حرودت له شوية الكسكسي بالحليب سمل تعشى تحمد وتشكر
فرشت له القط. صبح الصباح أحسانه يرفي لباس ركب عليه، هو جا مش يمشي وهي صاحت قالت له لا تلومني يا هنود، أصل بابا كنوب اللي قرشت الكلاب عصاته عمره ما الخير عمره بالخير ما يجود. قالها هنا المربط، انا فركس على الكلمه، انا جيتك بالذمه وهاني جيتك بالذمه. اهبط من الحصان قالت له كنود يعني اصلك طالب، واللي قرشت للكلاب عصاته خاطر قبل كان كي واحد يضرب الكلب بالعصا نتاعو الكلب يشد له العصا يبدا يعض فيها، عمره بالخير ما يجود. ايا بقاها بخير ورجع للقصر يجري. قال له يا سيدي عرفت لك الهدره، راي الصوره فيها وفيها وفيها. قال له ساره هي الحكايه هكا، انا اصلي طالب. مشى لامه قالها يا امي انا ولد شكون؟ هذا سلطان. هاي قالت له يا وليدي انت ولد السلطان، بوك سلطان وجدك سلطان. قالها قلت لك شد هو صحيح وشدت هي صحيح، قالت له انت ولد السلطان منين جبت الهدره؟ اي خليها هاي رين ثلاثه عمل روحه باش يفطر بحضمه وكل شيء فايمه محمصه. جابوا هالو سخونه تفور، هي قدمت يدها للشقاله وهو شد لها يدها وحطها في وسطك الشقاله سخونه تغلي تفرق تشويت صحت. قالها توا تقول لي شكون بابا؟ قالت له يا وليدي كان الكذب ينجي، كان الصدق ينجي، كان الكذب ينجي الصدق نجا ونجا. راهو ماكش ولد سلطان، وراهو لا شقني ذني ولا حبلت، وعمري بالعمر لا ولدت ولا صار منه. قالها باهي الهدره، مالي انا ولد شكون؟ قالت له ما هو السلطان كي انا ما جبتش الصغار كان مش يطلقني وياخذ مراه اخرى. وفما طالب يسكن في اخر المدينه يجي ديما نعطيوه نصيب اللي فيه نصيب. سمعت بمرته حبله، ايا قلت له تعطينيش الطفل؟ قالها به. قالت لك هي تتوحم من الغادي ولا نتوحم من انا، هي كرشها ماشيه وتكبر وانا كل ليله نزيد شوليق للي كرشي ولات قد قبة سيدي محرز. هي ولدت وانا طلعت للفرش قلت يا جبريل يا سيدي احمد بن خضر يا محمد اولدت، وهاك تبارك الله انت ولد سلطان واش خير من خير. قالها ملا الطالب كلامه صحيح، علاش؟ على خاطر انا دخلت يدي مكتوبي واعطيته زوز صور دي ما جدتش ما يجود به السلاطين، وهذه هي أصلك كنود ولا تلومني يا هنود، أصل بابا كنود واللي قرشت الكلاب عصاته عمره بالخير ما يجود. ايه سيدي الشيخ ايه اش قولك في هالحكايه؟ ايه لا واسمعني والله وزادوا فيها عبره، ما تقولش معناها معناها في الاخر بكل اصلك اصلك معناها اللي احنا كيما احنا نقولوا عنا احنا التوانسه نقولوا ولدار كبيره تربى في الخير، نقول ولد الخير شبعان، ولد الخير ما معناتها حتى كي تيح به الدنيا كي تاخذ الحاجه من عنده تاخذها عزيزه وغاليه، ما يرميلكش اللي يجي، ما يحقركش كي يمدلك الحاجه، كي تجيب حداه الدار ويودك بلينا واللي يبدا شر ما يمدلك قط. الله يجيرنا من الشر واصحاب الشر. امين يا ربي. انت نسيت حاجه. امين يا ربي. تشنشيناويني يا ري قبل ما سيدي الشيخ يبدا. والله بالحق. اي اي اش قلنا عاد؟ والله انت قلت لي تشنشينا اليوم. اي قلتها لك، او مش نقولها ونعاود لك. انت قلتها اليوم؟ اي باهي قلتها لك وللحصه. اي قبل ما نبدا وقلت هيك وانت ما وين نسيت اي خليتها ما تحرش في سيدي خويا باش يضربني. اي خليت لها مخ. اي يا سيدي على عبد الصمد قال كلمات واسمعوني يا شواشي، كل بلاد فيها انثى كان بلاد ما فيهاش. على عبد الصمد قال كلمات واسمعوني يا شواشي، كل بلاد فيها أنثى إلا بلاد ما فيهاش. إن شاء الله تطلعوه.
احنا هنا على الباج معاكم قاعدين نتبعوا في اللي تبعثوا لنا فيه الكل. برشا كلام مزيان، برشا ملاحظات، حبوا حتى على حكايه النحل علقوا عليها، قالوا لنا بربي يرجع يعطينا ناس بكري، معناها كيفاش كانوا راكم تعديتوا عليها في ساعة كيفاش كانوا يربيوا النحل قبل. فما شكون قال على السلامه الاجابه هي جمل، فما شكون قال هو جمل والا المراره، فما شكون قال اللي يسلم عليكم الكل وقال البرنامج راهو من غير وليد ماهوش برنامج، نقولوا له اي راهو والله العظيم بالحق من غيره هو احنا مش في البرنامج حتى بعد البرنامج. الله يفضلهم الناس الكل والله يخليهم وربي يبكي عليهم الستر ان شاء الله. فما شكون قال يعطيكم الصحه اللي ذكرتوا بشير رجب ولقاء الاحد وهذايا واجب، فما شكون قال الابل هو الحيوان الوحيد اللي ما عندوش مراره. اي لكن احنا الاجابه غدوه نعطيوها. اي نو انت انا نعطيك شنو، فما شكون قال الماء، فما شكون قال قربه، فما شكون انا نعطيك في الحلول مش فما شكون قال القعود هكا. اي هو فما شكون قال لك لا ما عنديش الحل، اما ما يصيرش نحب وليد غدوه يعطيني الحل. فما شكون قال نهار الجمعة معناتها نهار من نهارات ليه؟ هذيك قالوا بعيني ريت بعيني ريت الذكر الذكر يهودي واللمثة مسلمة، هذيك كلام آخر مش الحمام زيادة؟ لا لا لا. شيخنا مرحبا بك مرة أخرى بحذينا. الله يبارك فيك. نحكيو على الجار. بيه. هو الحقيقة احنا كيفاش جاي الموضوع؟ سي وليد نهار نهارين عملنا مشكلة مع الجار. واحنا ماشيين نفضوا منهم أول رمضان عطات ريحة لولد الجارة قال يكتب على الحيط. اي يكتب على الحيط. سيدي الشيخ ياسر يكتبوا على الحيوط. اي تو مش هذا موضوعنا. والصغير يتضرب. لا لا الصغير ما يتضربش. واحنا مش هذا موضوعنا، مشينا فضيناها احنا مع جيراننا والحمد لله يا ربي عرضنا نظيف. أما نحب نوصي نحب نعطيه درس باش ما عادش يدور بالجيران بالكل بالكل بالكل. شنو أجر حسن معاملة الجار وشنو معناها حسن معاملة الجار؟ الجار وما أدراك ما الجار. نهت شيخنا على ما يشوف الشيء على عينيه. أي خطر والله العظيم صدقوني بالحق، يعني مسألة الجار مسألة يعني مهمة مهمة جدا، وبارشة ناس ربي إن شاء الله يسامحنا وإياهم ما همش قاعدين يعطيوها في القيمة متاعها بالحق. أنت تعرف يا سي وليد وسيدي فؤاد وأختي ريم، تعرفوا الحديث المشهور على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. إيش معناها؟ يعني كاد الجار أن يكون وارثا من جملة الأخوات والأم والبو. حديث آخر يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث حلو ياسر ذا ريم بشي يعجبك برش، فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أوه محليك يا شيخنا محليك محليك محليك. جات على قرقوش قلب جات على المضمار. ما هو يعرفنا يا أخي، ما هو منا، هو منا وفينا، يعرفنا شنا عاني وكل يوم ولد الداع. يعرفنا شنا عاني وكل يوم سيدي الشيخ واللي يعمل الفتنة. هذاك نهار اخر، قولوا نهار اخر، هذاك نهار اخر نرجعوا نهار اخر. نرجعوا لحسن معامله الجار، فمش كون يقول لك انا يا خويك نقول له على السلامه، نقول له صباح الخير يكفى وفى. كي تقول له انت ما تحلش الشباك على جارك راهي ستره، يقول لك حقي حيتي وانا حر فيه. فمش كون على بلاصه نتاع كرهبه، معناها هي الماده ماده البلديه، على بلاصه نتاع كرهبة ينجم يأذي جارو ويوجع جارو. فما شكون على خاطر كيما هكا وليد صغير ضرب نقوز هرب ولا كتب على حيط في عون قولوا له بالسياسه راهو عيب راهو ما يجيش نمشي نعطيوه تريحه، يخرج الجار نقعدوا لهين فيه البياض بك الحسبه. اي بياض بك الحسبه والجار بك الحسبه من غادي. هذاك علاش عمره ما يتغير. هذاك علاش نحب نحكي على حسن معامله الجار، كيفاش تكون حسن معامله الجار. انا اليوم نحب نود جاري، أنا في نهار فضيل كيما اليوم السيد اللي تفرج فيا المرأة اللي تفرج فيا عاملة مشكلة مع جارها ولا عم مشكلة مع جاره ويحب يصلح ويحب يلقف روحه وألا يحب اليوم يربح الأجر، شنو ينجم يعمل الجارو؟
الجار أذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برشا حاجات متاع يعني كيفاش نعاملوا الجار. من جملتهم التلطف مع أبنائه، من جملتهم غض البصر عن حرمته. بديش الإنسان عينه صحيح صباح خير وبدأ يعمل هك رسول لوط. ايه خطر رسول لوط أختك هذيك ايه. أختك ايه. به من جملتها أنك يعني هذا ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت اللي تعمل حاجة مشت هي ولد بحر ولا ملوخية بالزهومة ولا اليوم حاجة ريحتها فايحة حاجة ريحة مشت هي نقول ونحن وريحتها فايحة تكرموا منها وتعطيه منها وهذا عشناه الحمد لله في يعني والتوى موجود. لا 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 معاش برش لا معاش برش ما عادش برش في برشة في برشة بلاص اللي حاسبي الروح مراقين برش الحوم العربي مزيان يعطيك الصحة في الحوم الشعبية والحوم العربي موجود لكن توا في حوم أخرى حتى صباح الخير ما يقولهاش الجار. صحيح صحيح والله صدقوني انا ناس جيت تشكالي في الجامع ويقول لي راهو يصلي بجنبي يا سيد الشيخ راهو يصلي بجنبي في الجامع واحنا رانا جيران الحيط الحيط جيران الساس جيران الساس يقول السلام عليكم السلام عليكم ويعمل لك هز الزربيه ويتصرف حتى كي يحب يكلمه جاره صباح خير صباح خير لاباس يبدا يجري قال شنيه باش ما يقرب ليش باش ما ينسنسش عليا باش ما يعرفنيش باش كذا. سيدي الشيخ راجعين احنا باش نكملوا خاطر موضوع مهم ياسر باش نمشيو لكوجينة أسماء كي العاد خاطر قيت هذايا نمشيو لكوجينة أسماء من جديد وانا راجعين معاك شيخنا أسومة. السلام عليكم اهلتين عايش نروحوا لك يا أسومة لبس اليوم صحتك باهية والله الحمد لله. انت اسمعني سني نسلم عليهم الكل عايشك يا أسماء. سني وليد غار منك تعرف شنو هو؟ لا أكا حدو حسيرو سيدي الشيخ هذا نوع من الفتنة شوية فتنة هذي أنا قلت الحقيقة أنا قلت الحقيقة ما كنتي طيب لنا سنة ونجي نذوقوا عندك أنا اللي نرى فيه يجي يسلم عليا يجي يطلع عليا ما تستحقنيش في حاجة تستحقش في حاجة لا خيتي هذيك أقعد البراني على برا ما نكذبش يقول لي نعاونك شي في حاجة يقول لي ما نكذبش أي الحمد لله برشا معلومات أي الحمد لله على أصل وفصل الماكلة وشنية اسمها وكيفاش تعملوها تبارك الله عليهم أي الحمد لله سنة ماني ترى في حاجة اسمع سنة نور لنا وجوهنا أي برا لا تبارك الله اليوم شو عندنا في المنيو اليوم؟ اليوم عنا طاجين ملسوقة عملته كيما المحنشة بدلته شوية في الفورمة متاعه. سمحني كيفاش طاجين ملسوقة والأخرى شنية؟ الطاجين ملسوقة عملته في فورمة محنشة ما عملتوش هكا بدلته شوية ومعاه شربة بالكروفيت باش نطيبها هوني على المباشر مش طايبة توا وعملت معاه طاخت وفخوي اليوم حاجه شويه حاجه سامبل اي سامبل ومحليها وقاعدين نخبيو شويه في الفلوس للحلو نتاع العيد العشر ايام الاخرانيين نركزوا اكثر مع حلو العيد اللي كان عندنا طرف فيكي خبيناها واذا كان عندنا هكا طرف زبده نخبيوها باش من بعد نلقاو عندنا كل شيء يا ليلى ان شاء الله ديما كوجينتكم عامره يفضل وديما تطلع علينا بك الضحكه هذيك يا اسماء بوجودك وبوجود ضيوفك عايشك ربي يخليك ربي يخليكم وين راني كي نحط وين راني كي نعمل لك الفتنه بينك وبين وليد مدام تفرهد على الاخر الله غالب الله غالب حلو ما نصورش طبيعتك لا مش طبيعتك مش طبيعتك كان مع وليد الطف من الفتنه كان مع وليد كان من الشمس حاجه اقوى مني الطف من الفتنه لا لا مش فتنه عايشك يا اسماء عايشك عايشك يا ربي وتحيه لك ضيوفك محلى كلامها ربي يخليك عايشك محلى كلامها محلى أخلاقها والله هي محلى كلامها وانت محلى في عائلك اسمع شاهدتني في طاجين ملسوقة أما أنا نحبك نتاعك طاجين ملسوقة نتاعك العالي المشخشخ بالزبدة تسمع في المرأة قالت لك مش نخبيو الفلوس للحلو العيد كمل لي غدوة عشاكم بسارة أقضي لي خويا فؤاد غدوة خلي طيب لنا غدوة عشاك بسارة بالفول هكا تو أختك أي أختك شاهية الشاهية أنا قلت لك بسارة غدوة بسارة نعمة كريم تسميها البسارة لا سافا سافا ميساج خلي عن بسارة شفت خويا فؤاد انا روضة قتلي روضة بن عمار قتلي غدوة نجيب لك طاجين ملسوقة خليه يرتاح خليه يرتاح ومتسقي في عقلك اي يا روضة زيد لفتاتي انت باش يلا الاخرى ربي يهديك سيدي الشيخ نرجعوا لك في حق جار هو الحقيقة احنا رانا نبدأ نفدكوا معاه هكا ونحبوا نستفزوه بالعاني الله غالب والناس على الباش فيسبوك يبدأ يقولوا لي بربي سيب وليد والوليد يبعثوا له يقولوا بربي سيب ريم الله غالب الله غالب يا سيدي الشيخ احنا ما نجموش نقعدوا من اش باش نعمل كل عام تحط رحلها عنا الوالي ونحملوها ونسقطوا مستدعي يا اخي مش استدعيت يا اخي فؤاد قلت لي جا رمضانك عنا كلها في عائلك مش تو شموا ريحتنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه اي
قال لك بساره. قلت البساره خايبه. قول انت البساره. لا لا بيه. يا سيدي هي صرح. هي اشتهيت انا نقضي وانت طيب. وفي كاش البكيته نرجعوا للجار. ايوه قلت انه معناها في حسن المعامله. حسن المعامله بصفه عامه. أي. حتى ولو بكلمه باهيه، حتى ولو بتبسيمه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. اللي ما تعرفوش فما بالك الجار اللي ساكن في نهجك ولا ساكن. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي على الجار، ومش كان الجار يعني المقصود به جار الساس برك اللي يسكن بجنبك، حتى على سابع دار. وقيل حتى في حديث اخر على 40. اي على 40 جار. 40 جار. اي انت مسؤول عليهم يوم القيامه. اش معناها مسؤول عليهم؟ يعني مطالب باحترامهم، مطالب انك ما تؤذيهمش لا بالكلام ولا بالفعل ولا بالتصرفات ولا بحتى شيء. هو ما تدق مسمار يا سيدي الشيخ سامحني. أيه. هو يقول لك ما تدق مسمار في في حيط جارك. أيه. الا بعد مشورته. واذا كان هو قال لك لا راهو يقلقني ما يساعدنيش، اكل يحل شباك واكل لا. أيه. شوف رضاي جارك قبل كل شيء. رضاي جارك قبل كل شيء. أي. إلا في بعض الحالات الإنسان وقت اللي باش تولي ضرورة كبيرة وقتها. وقتها شنو؟ وقتها يجبد روحه. أما وكهو كهو. أما مش عادة. أي. تولي فضايع حشاك في الشوارع. أي. وتولي تولي سباب حشاك وولي الأذى وولي أذى ولا قضايا في المحاكم وتبدأ. أي. الدنيا فهمتني الناس معناها فكيدي منشوشتك كما يقولوا. أي. أي. إذا كان نحكيه على ما كتعرفي نحبها أنا هذية. أي. الأجر. أي. وتبعني مليح انا شيخنا، ما سالتكش السؤال هذاك هكاك، سالتك السؤال هذاك باش يتفرج فيا تو. وهو مقلق جار ما يصبحش على جار، يتسبب باي تسبيبه، يدق عليه ذوقه حاجه، يدق عليه يقول له تفقد كرهبتك راه كذا، تسبب باي حاجه. ورجع الصله بينك وبينه وصيله طيبه، خاطر هاك باش تسمع الشيخ تو شو باش يقول على اجر حسن معامله الجار عند المولى سبحانه وتعالى. الأجر متاع حسن معاملة الجار تحدث عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعاود هالحديث هذا اللي هو كما نقولوا نحن مختصر، وهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذا أنت مؤمن وتحسب وأنت مؤمن وتشهد لا إله إلا الله وأن محمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تؤذي جارك، وبالعكس أسعى في رضاية جارك. راك أنت اللي باش تربح. شو نربح؟ باش تربح أجر عند ربي سبحانه وتعالى، لأنه الجار هذا وصاك عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي. وقال لك ما تؤذيهوش، ما معناتها أمانة مادام وصاك عليه. على أخوك. أي مادام وصاك عليه أمانة. بالطبيعة مادام وصاك عليه أراه وقت اللي شوف لو كان في هالباب هذا الكل وكان زوزة حديث هذوما برك اللي عنده قلب يزي. هو يقول لك إنما المؤمنون إخوة، فما بالك بالجار. أي. أي. وقال معناها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما بالك بالجار. ديما الأحاديث هذه تتحدث على الأخوة الإنسانية في الإسلام بصفة عام، فما بالك بجارك اللي ديما عندنا الأصل فيه أنه سيد نبي ما لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معناها راهو قريب لك، أقرب لك حتى من ناس أخرين اللي هما أولاد عمك ما هم ساكنين بحذاك، اللي هما يقربوا لك ما هم ساكنين بحذاك. على خاطر وقت العيطة سيدي الشيخ. أي نعم. هو اللي يجري لك. والله صدقوني. هاو معناها حتى بعجالة في سعفيسة عندي أنا والدتي صدقوني ها تسمع فيا تو نهارين اللي فاتوا تو قتلي أنا وقت الحزة ما نلقى كان جيراني. أي بتبيع. هذيك علاش نقولوا نحن كل مرة نعملوا لفتة صغيرة. أي. للحاجات اللي نعيشوا بيهم ونعيشوا معاهم وغالطين شوية عنا ونسيناهم شوية يمكن وما نعطيهمش قيمة، ساعات نستخفوا بيهم، ساعات تقول لك يا أخي شنو جاب شو لي سلت رحم هو. لا سلت رحم. سلت رحم هو. وأكثر من سلت رحم ما يحزن. أي. شيخنا باش نختموا معاك، حبيت مرة أخرى تحية لدار آخ سيريموني، شكرا لكم فرقتنا، إن شاء الله تجيب حدانا زادة مرة أخرى لهنا، خويا فؤاد وخويا وليد، الناس اللي تفرج فينا الكل، إن شاء الله خليتكم على خير، على بركة في طولتكم وفي كلامكم وفي كل ما تعملوه، ونتقابلوا غدوة الحكا عشنا ماضي ساعتين ونص على الوطنية الأولى، إعادة على الوطنية الثانية في نص النهار إن شاء الله. شيخنا نختموا معاك بالدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اشف كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اقض حوائج السائلين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا بابا للخير إلا سهلته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها وقضيتها بعافية منك ويسر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.